اهلا بحضراتكم من جديد. هنروح للجمباز. الجمباز من الرياضات اللي بتتلعب في سن صغير، يعني لما تسمع سن 6 سنين 7 سنين ده سن هو ده الطبيعي في الجمباز. لاعبات النادي الاهلي تحت 9 سنوات الحقيقه حققنا او يحصدنا 17 ميداليه في بطوله الجمهوريه، وده رقم كبير جدا بيدل على قوه لعبه الجمباز في النادي الاهلي. فريق جمباز من النادي الاهلي تحت 9 سنين للناشئات فاز ب 17 ميداليه زي ما قلت لحضراتكم في بطوله الجمهوريه، واللي اتلعبت منذ ايام على صاله استاد القاهره الدولي. في عندنا 11 لاعبه حققنا الميداليه الذهبيه، وهم كارما احمد سعد ولامار شادي وتولاي اسلام وساره محمود ودارين احمد وجوليا احمد شريف وزينه محمد وسولين وسام ولارا كريم وكارما احمد وليلى عمرو ابراهيم، وكمان فازت 5 لاعبات بالميداليه الفضيه وجم عن طريق كارما القوسي وليلى ابو المجد وجوري نور الدين وخديجه خالد ولارا باهي. اما الميداليه الاخيره فكانت الميداليه البرونزيه عن طريق ايس المصطفى امين، ده طبعا صوره لبطلاتنا الصغيرات في الجمباز. والجمباز الحقيقه من الرياضات اللي في مصر دلوقتي عامله طفره على مستوى الفني وعلى مستوى الاداري وعلى المستوى التنظيمي، من اللعبات المنوره دلوقتي. طبعا رئيس الاتحاد الدكتور ايهاب امين وهو انجح، يعني من احد انجح الاتحادات الموجوده دلوقتي على الساحه الرياضيه، سواء هو او السلاح او الجودو، دلوقتي ما شاء الله ماشيين كويس ربنا يكرمهم ويحققوا ميداليه. الكاراتيه طبعا حدث ولا حرج، في بعض الاتحادات الحقيقه ماشيين بشكل كويس، ومن ضمنهم طبعا اتحاد الجمباز، سواء المسابقات، توسيع القاعده، ممارسه اللعبه، في كل النواحي الحقيقه اتحاد الجمباز بيسير بخطى جيده.